مسؤولون حكوميون مقاولون وطلبة يلتقون ضمن فعاليات الملتقى الأول للتشغيل، اللقاء هدفه تكريس التعاون بين الجامعة والمشغل، وذلك في محاولة لتمكين خريجي الجامعات من فرص الشغل. من الرباط، روبورتاج من الفرجي ونبيل بردعي. حضور مكثف للطلبة، ذلك ما يلاحظ في هذا الملتقى الأول للتشغيل، ويبدو أنها فرصة للخريجين من مختلف التكوينات الموجودة في الكليات لتغيير النظرة إزاء الجامعة وإبراز كفاءاتهم لضيوف الملتقى، خاصة ممثلي المقاولات والمؤسسات. يشكل فرصة للطلاب باش يتعرفوا على متطلبات ديال سوق الشغل من خلال الفاعلين في هذا السوق من مقاولات، سواء كانت من السيكتور بيبليك وبخي باش نعرفوا شنو المتطلبات ديالهم، شنو خاصه في الاوراش الكبرى اللي كتعرفها المملكه حاليا. الطالب المغربي كيواجه مجموعه من الاكراهات بالنسبه للاندماج في سوق الشغل، وهذا الفكره جات ديال الملتقى جات انطلاقا من هذه الاكراهات اللي كيعانيها الطلبه من جهه في المغرب. وحنا اليوم بغينا اننا نتواصلوا، بما اننا حنا ما بغيناش ان الشركات هما اللي يجيو يسولنا، مي حنايا بغينا الفو بريزي لا باريير ونمشيو عند الشركات ونقول لهم فوالا كاينين تكوينات اللي هي جيده في الجامعه، نغيروا الصوره ديال الجامعه وان الجامعه كتخرج دي كرون كادر. هذا الحوار المباشر كيوضع طلبه كليه الحقوق على وجه الخصوص حول التحديات المستقبليه. انا اكدت في المداخله على ضروره جوده التكوين، على انفتاح الجامعه على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، على ضروره تطوير الكفاءات الممهننه. كنظن هذه تحديات المستقبل، خصوصا ان المغرب سيواجه واحد التحدي كبير في افق سنه 2000 خلال الخمس سنوات المقبله. وفي اليوم الاول للملتقى تم التوقيع على اتفاقيات الغرض منها فتح المجال امام الخريجين للاستفاده من التداريب المهنيه داخل المقاولات، وكانت اولاها مع المركز الجهوي للاستثمار بالرباط سلا زمور زعير. اتفاق ليروم ان مساعده المركز للجامعه لتكوين طلبه في كل ما هو خلق المقاولات، ودرنا هذه الاتفاقيه في هذا المنتدى اللي هو خاص للتشغيل، ويمكن ان خلق المقاولات يكون هو كذلك